ايه رأيك في الفستان اللي انت جايب؟ اول مرة البسه. زين زين. قوم انت كمان غير جلابيتك وتعال معاي. لا انا ماليش نفس اطلع، تعبان وعايز ارتاح. بكيفك يا ولدي، اروح انا المشوار ده لحالي. مشوار ايه يا ام؟ حنروح ونزور شامة في بيتهم. اللي بتقوليه ده صح. أنا فكرت كتير يا ولدي من بعد ما سمعت حديثك، ولقيت نفسي مش قادر أكسر بخاطرك وأحرمك من اللي بتتمناه. قصدك إيه؟ قصدي نروح لها ونطلبها من أهلها والناس كلها تعرف إنك ليها وهي ليك. أنا ما كنتش فاكر إنك هتغير رأيك بالسرعة دي. إحنا نيتنا خير يا ولدي، واللي نيته خير ربنا دايما بيقف معاه. ها؟ هتغير خلقاتك ولا غير رأيي؟ لا لا لا، أغير خلقات أنا سالم، بس يعني أتصل بيهم على المحمول عشان بس ما نطبش على الناس فجأة كده. ايوه يا شامة، انا وامي جايلكوا البيت. ايه؟ تيجوا عندنا البيت دلوقتي؟ طبعا تيجوا، قصدي يعني هنستناكم. امي موجوده وهكلم عمرو زي عشان يجي على طول. طبعا مفاجاه، بس احلى مفاجاه. انت فاكراني ايه؟ طرطور في البيت ده ما يتاخدش رايي غير في اخر وقت. جاي دلوقتي تقولي لي ناس جايين بعد ساعه وهيكلموا عليكي؟ انا ماليش دعوه، عمرو زي عارف الحكايه كلها. هو طلب مني ما اقولكيش، قال لي انه هيقولك بطريقته. بعدين يعني كان حاسس انك مياله لحكايه عطا دي. هو ده اللي فورتي عطا عشانه؟ اوعي يا بت تقولي لي ان انت بتحبيه. وبعدين معاكي بقى يا ام. خليكي دغري معايا يا بت، انا امك، يعني سرك لازم يكون معايا انا. مش تقعدي تتودودي مع رزيق هو وصاحبتك عواطف كأن مالكيش غيرهم. كفايه انك تعرفي ان ده الراجل الوحيد اللي اتمنيت انه يتجوزني. كده الحكايه بقت باينه قوي. والنبي يا ام، عشان خاطر تقابليهم كويس وترحبي بيهم وتحسيهم يعني. خلاص خلاص، طمني اللي جوه عينيكي ده بيفكرني بنفسي. يوم ما رزيق جه طلبني من اخويا بعد أبوكي ما مات بكم سنة، كنت حاسة إن قلبي بيرفرف من جوة، إحساس تاني خالص بعد ما عشت سنين طويلة مع أبوكي اللي كان أكبر مني ب18 سنة. كان طبعه حامي ناشف قوي، ما سمعتش منه في عمري كلمة حلوة ولا حسيت معه بمعنى الحب. لكن لما شفت رزيق كأن شرارة ولعت بينا. طمني، أنا لو حسيت إن الجدع ده شريكي بجد وبيحبك هتمم لك الحكاية على خير. يا سلام، ربنا يحفظك يا ست الهوانم. أنا دلوقتي بس عرفت شامة جايبة الأدب والأخلاق والروح الطيبة دي منين. ده بس من سوءك أنت، اللي باين عليك راجل متربي تعرف الأصول. أقول لك الحق، شما أول ما قالت لي إنك صعيدي أنا اتخذت وقلت صعب قوي إن إحنا نتفاهم، لكن لما شفتك واتكلمت معاك أنت والحاجة الطيبة دي عرفت إنكوا واخدين أحلى ما في أهل الصعيد. اشرب الساقع، تفضلي يا حاج. كان نفسي نشرب الشربات طوالي. ما تستعجلش على رزقك، الشربات ده محتاج ترتيبات وعلى رواقه. يا سيدي رتب زي ما انتوا عايزين، انا بس ليا طلب واحد، البس الشبكه بعد يومين وشامة تقعد ببيتها معززه مكرمه وبلاع الشغلانه المجندله دي. لا لا، اولا شامة روحها في الشغل ما بتحبش قعده البيت. لا يا عمرو زي، لو طلعت شايف ان الشغل ملوش لازمه يبقى بلاش منه. بلاش منه؟ ما احنا شامة ياما كنا بنتحايلوا عليكي عشان تقعدي في البيت وانت راكبه دماغك. انت حاجة وسي طلعت لما يطلب منها حاجة تانية. مفهوم، بس المؤاخذة بقى اخ طلعت،
قبل حكايه الشبكه ده ولازم منه عايزين نعرفه شامه هتعيش فين ومعنا. انا عندي على السطح اوضه فاضيه شرحه وبرحه وكبيره، هاخدها وافرشها واوضبها للعروسه. اوضه فين؟ يعني الحاجه هتعيش معاكو؟ امال ايه، انا عمري ما اسيب ام الحال ابدا. محدش قال كده يا اخي طلعت، امك دي في عينينا وعلى دماغنا من فوق، ان شاء الله تشقر عليها كل ساعه. لكن تعرف بقى البنت لما بتتجوز بيتها ده الصغير اللي انت شايفه بيبقى مملكتها، وما ينفعش ملكتين يعيشوا في مملكة واحدة، يتهد من أساسه. فلالا ولا فالك يا روزيق، احنا بنتكلموا في الحق اللي محدش يزعل منه. عداك العيب يا والد الأصول، اللي قلته هو الصح، وإن كان علي أني حقعد في مطرحي وهم يبقوا يشوفوا لهم مطرح تاني. كلامي اللي بتقولي دام، من حق عروستك يا ولدي تعيش في بيتها معززة مكرمة وبراحتها، وكل اللي حواليها يخدموها، وأولهم أنا أمك. ما تقوليش كده، ده احنا اللي واجب علينا نخدموكي بعنينا. شوفي يا بنتي، من ساعة ما رجلي خطت عتبة بيتكم علشان اخطبك لولدي وانت خلاص يا شامة بقيتي زي بنتي تمام مننا، واللي مرضهوش لبنتي مرضه الكيش. وكل اللي بتمناه من ربنا دلوقك انك تعديني امك التانية، هي وتحبيني ان شاء الله ربع حبك ليه. ربنا هو اللي يعلم باللي في قلبي ويعلم باللي في قلبنا كمان. تعالي في حضني يا عروسة ابني، تعالي. انا عجبتك يا قوي قوي يا ولدي قوي، الله يبخت لك. يا رب ان شاء الله يعلمني البارح ينجيني. يا نجاوي نجاوي الصدق يا عمر. ينفع كده يعني؟ بقالي ساعه مستنيك على القهوه. ليه احنا كان في بينا ميعاد ولا ايه؟ لا مفيش. ازيك يا ام طلعه؟ ازيك انت يا ولدي؟ انا زينه، كيفك انت؟ بخير الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله عليك، يعني وشك منور وزي الفل اهو. اوبا هو ده طلعت بتاع زمان. انت كنت فين؟ هقول لك بعدين. يلا تعالى معانا على فوق. لا فوق ايه، هو انت ما عدتش على السوق انت جاي؟ لا ليه؟ طب اتفضل يا سيدي، الف مبروك. ايه دول؟ مفاتيح الكشك. الرجاله خلصوا الشغل والبضاعه اترصت، وجينا عشان نسلمك المفتاح ما لقيناكش، سابوه معايا عشان ادهولك. مبروك يا ولدي، يا ما انت حنين وكريم يا رب. مبروك يا دمعي. انت مش هتيجي معايا تشوفه؟ ده بقى حاجه تشرح القلب. الحمد لله. ايه رايك يا ابو؟ روح يا ولدي روح، روح اطمن عليه. الف مبروك، بس ما تعوجش. تعود يا ما، خلي بالك من نفسك. وانت كمان، انا مستنياك فوق، ما تعوجش. يلا بقى ايه؟ أربعة جنيه. دورت السوق يا طلعت. الله يكرمك. الحمد لله على السلامة يا اخويا جابر. تسلم. السوق كان مضلم من غيرك يا صعيدي. هات علب للناس يا جنيدي. عيني. وهات ليمون لأم جابر، بتحب الليمون. يا دي النور يا دي النور. مبروك يا ست طلعت. مكانك يا ست طلعت. الله يبارك فيكم. الكشك رجع أحسن من الأول أهو. ألف مبروك يا طلعت. بس ربنا ما يعيد اللي فات. يا رب يا رب. يا رجالة كلكم معزومين عندي على السطوح يوم الخميس. خير يا ست طلعت. ان شاء الله كل خير. هنلبس الشبكه ونقروا الفاتحه وهنشرب الشربات. مبروك يا عريس. اكيد عريس عقبال عنديكم جميعا. الف مبروك يا عريس. ربنا يرحمك فيه البركه يا رب. بسم الله ما شاء الله. الف مبروك يا ستاره، ربنا يملاه لك بركه. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا سني. الحمد لله رب العالمين. انما ايه حكايه يوم الخميس دي؟ ما قلتليش يعني. لا بعدين نقول لك يا عبد السلام ان شاء الله. الواجب دلوقتي انك تشكر شوقي باشا، الراجل وفى بوعده في اسرع وقت. طبعا هنشكر عبد السلام، ده واجب. بس بقول لك ايه؟ هي الرصه حلوه وعجباني يا واد عمي. بس مش رصه ايدي. يدك بيدي، هنعيد رصه تاني. لا صعيدي يلا. عابد زمانه على وصول. اول ما يوصل اتحرك معاه انت ومرعي. سيب سليمان وابو النجا في الفندق.
عابد عارف كويس قوي هيوصلكم فين، مش عايز تأخير ثانية واحدة. أول ما يوصل اتحرك معاه أنت ومرعي، نفذ اللي هيقول لك عليه بالحرف، ها؟ فاهم؟ حاضر يا أبوي، أمرك يا كبير. أنا مش فاهم حاجة من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة، وأنا مش فاهم أبويا عايز مني إيه. دلوقتي افهم يا شفيق، المهم نعملوا اللي قالنا عليه وننفذ أوامره بالحرف الواحد. الو، ايوه مين اللي بيتكلم؟ اسمعني كويس يا مرعي. اقول لك مين اللي بيتكلم؟ شوقي باشا ظهران عايز يبلغك رساله، اول ما تلاقي الوقت المناسب والجو عندك يسمح انك تكلمه مكالمه طويله كلمه على طول، في حاجه مهمه قوي عايزك فيها. سمعتني؟ ايوه حاضر. خلاص خلاص خلاص. مالك يا مرعي، مين اللي كان بيكلمك؟ لا ابدا مفيش، ده واحد طالب النمره غلط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل معايا يا شفيق بيه انت ومرعي. احنا مستنظرين من الصبح، هنروح على فين؟ في السكه هقول لجنابك، بس المهم دلوقتي السرعه عشان مفيش وقت، هتركبوا معايا. يلا يا مرعي ما تشغلش تلفونك، الاوامر هتجيلنا عليه من البيل كبير واحنا في الطريق. حاضر حاضر. هم هم. إلهي ربنا يكرمك ويفرحك بيها يا ولدي. يا سلام، تصدق يا طلعت الليلة دي وأنا بطل في عينيها حسيت كداه البت رايداك وقلبها عليك. يا سلام، ما أنا جايلك يا مطلعة، البت شامة دي قلبها زي قلوب الملايكة، أنت بس اللي كنت جديدة عليها بابا في المستشفى. خلاص خلاص يا طلعت، غلطة وفاتت مش عايزة افتكرها، إلهي ما يعود هياه. والله يا أما كان نسيت الأيام ونسيت اللي حصل فيها، وحاسس إن اليومين اللي جايين يومين سعد وهنا وملوخية وبطاطس. إلهي يحزك يا ولدي، إن شاء الله إن شاء الله. رحبة، هعمل لك عشاء، أنت واد داخل على جواز لازم أن تصلب طولك. سلام الدراعات. أنا اللي هجهز لك العشاء، اقعد واطرح. أيوه، عايز أعمل وكل زي زمان. يا سلام، نفسي مفتوحة. أنا هقوم ياما أعمل لك نص خروف نص عجل، حاجة على قد ما جسم كده. لا يحزك يا ولدي ويفتح نفسك كمان وكمان. الناس اللي منتظرينه متأخروا كتير، هم مش عارفين جايين يقابلوا مين ولا ايه. اصبر يا شفيق بيه، الغايب حجته معاه. قلبي بيتقبض من المكان ده، كأنهم جايين هناك اهو. دي عربية ابوي. خير يا كبير؟ في حاجة حصلت خلتك تيجي؟ أصلك وحشتكم، قلت أجي أحضر معاكم المقابلة دي، خصوصاً النهاردة الجو جميل في الجبل. ازيك يا مرعي؟ بخير يا كبير، بخير. ما بتردش على التليفون ليه؟ مش قايل لك خليك فايق ومصحصح؟ التليفون مرنش يا كبير من ساعة ما طلبتني. يهو، برنش ولا انت شايف حاجه وعقلك مش فيه؟ لا لا ما حصلش يا كبير، ما حصلش. انا من صباحيه ربنا ما دخلش خشمي غير الوكل والشاي. وريني التليفون. تليفون؟ ايه. ها حلو الماركه دي. ها دير. نعم. ها فكرني نشتري واحد زيه واحنا راجعين. ها خلي معاك عشان تفتكر. حاضر. عابد وامر جنابك، خليك هنا انت والرجال، وانا طالع فوق. ها انا والدير والشفيق ومرعي. حاضر جنابك. لما الجماعه يوصلوا خليهم يطلعوا على فوق.
حاضر يا جناب الكبير. بينا مرعي. اتفضل يا كبير. بينا. اتفضل. تعالى. جايين هنا ليه يا ابو؟ دي حيلة بعملها مع الراجل ناوي يشتري منينا، طول عمره كارهني منع عينه يخلص مني ويهد كل اللي بنيته. طب وليه عاوزنا نتعامله مع الراجل زي ما بتقول عليه ده؟ ما نبعده عنه ونريحه دماغنا. متجعفر العرباوي اللي يبعد عن الخطر لما يقرب منه. لازم يترد على لعب العيال ده بلعب الكبار قوي. ولا يا مرعي؟ كلام زين يا كبير زين. ده تعال. يا رماح كان النهاردة؟ ما دخلش يشوفوا شيء اليوم بالطول يا كبير. فطوره جاهز. هات له حاجة تفتح نفسه. ها؟ امرك يا كبير. يلا. مرعي. أوامرك يا كبير. عايزك تسمع حديثي زين وتنفس بالحرف. أنا دلوقتي أتصل بالراجل الناقص ده وأنت اللي تحدد معاه. ها؟ هتقول له إيه؟ كيفك يا باشا؟ اتوحشتك كتير. لقيت الجو رايق، قلت أسألك في أوامر جديدة ولا لا؟ واعي لحديثي زين؟ ها؟ وعيت وعيت يا كبير، لكن هو يعرف منين؟ لما يسمع صوتك حيبان. بس كان يعرفك ولا لا؟ يا بدير اتصل بالنمرة اياها وافتح الميكروفون على الاخر عشان كلنا نسمع. اتصل من تليفون مرعي، هاكي ماركته حلوة وعجباني. أوامرك يا كبير. كيفك يا مرعي وكيف أخبارك؟ مرعي مرعي كيفك يا باشا؟ الله القلوب عند بعضيه. لسه كنت بفكر فيك دلوقتي، بقول يا ريت يتصل. مرعي تسمعني؟ أنا توحشتك كتير كتير. إيه يا مرعي مالك؟ أنت تعبان ولا إيه؟ لا بس واخد لفحة هوا. خلي بالك من روحك زين. قول لي إيه الأخبار الجديدة؟ مفيش جديد. مفيش. مفيش جديد. حابب أكلمك بعدين. لا البرد باين عليه منقش في عضمك، شكلك كده ما قادرش تتكلم. ايه صوتك ضايع. ايوه هكلمك تاني. اللي تشوفه. مع السلامة يا مرعي. كانه حبيبك قوي يا ابو عنق طويل. احب عليك كبير. كلب وسر كلب انضفانك كتير. ما بيعضش ايدي في بداته بالخير ابدا. انت تعبان. عيش عيش جوه عيش ازاي؟ كيف؟ تعرف انت يا شفيق؟ انا مش فاهم حاجه يا ابويا. اللي كان بيتحدث في التليفون ده شوقي زهران. اظن انت واقيله زين. ها؟ صاحبك وحبيبك وكاتم اسرارك بيشتغل لحسابه وبينقل له كل اسراره. لا انا مش مصدق. هو اللي خلى الحكومة تمشي وراكم في طريق الوحات. الله أعلم شوقي زهران يعرف عنينا إيه تاني. دلوقتي هيجرب كل اللي قاله له طول السنة اللي اشتغل فيها معانا. دياب عمرك يا كبير. بعد عني. بعد عني. تعمل إيه؟ دول حتتين قماش معجونين بريحة قفشة، لما يبشمها رماح يبقى كيف الوحش.
عايزك تقول كل اللي قلته لشوقي زهران، ها؟ وإلا هطلق عليك انهشك. انطق! حاضر حاضر يا كبري، حقول حقول، بس انت فهمتني غلط. فهمت غلط يا عفش. رماه! على قدك، كفاية كفاية يا ابوي. عندك حق رماح. قمت تقول قلت ايه؟ ها؟ رماح زودها قوي، شكله مش هنسمع منه اي حاجة، شكله بيودع. خد يا شفيق خلص عليه تاولة بيه. لا يا ابوي لا، ريحه بالعذاب اللي هو فيه. ما اقدرش ما اقدرش. بعد عن حصل ايه شفيق بيه؟ ما حدش منكم يجي ورايا. شفيق بيه بص، ما حدش يجي ورايا. ما صحش كده يا شفيق بيه. اصبر يا شفيق بيه. شفيق بيه شفيق بيه شفيق بيه صح شفيق بيه 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 يا شفيق بيه. يا طلعت خطوة عزيزة. الله يبارك فيك يا سعادة البي، الله يكرمك. جينا عشان نشكرك ونقول لك لو نقدر نقدم أيوتا خدمة. يا راجل بتقولش الكلام ده، احنا اهل. وبعدين انا ما عملتش معك كده لما سألت عليك وعرفت انك راجل زين، نسعوا كمان اننا نكسبوه. عفا سعادة البي، ده من اصلك الطيب يكلنا الشرف. ايه شفت البضاعة اللي عندك؟ شفتها يا بي، زينة قوي. وأي بضاعة جديدة تعوزها تجي هنا وتطلب من زايد. وانت يا زايد أنضب حاجة في البلد تحشها على جنب الطلاط. شكرين يا سعادة البيه، مش عارفين نقولوا لك ايه على كل اللي عملته. ربنا يزيدك ويوسع عليك. نستأذنوك يا بيه عشان ما نعطلكش. ألف سلامة. سلام يا بيه. سلام يا زايد. سلام يا طلعت. بقول لك ايه يا طلعت، عمرنا يا سعادة البيه. أنا كيف ما قالوا لي لسه ما اتجوزتش وقريب داخل دنيا. إن شاء الله يا سعادة البيه. بتكسب زين في السوق؟ الحمد لله أسطورة. أيوة بس الجواز محتاج مصاريف وهيبقى فيها عيال طلباتهم هتزيد.
ايه رايك في شغلانه تزود بيها دخلك وفي نفس الوقت تفضل واقف في السوق؟ مش عارفين نقول لك ايه. الله يتفكر بيه، تحت امرك. بس يا ترى ايه الشغلانه دي؟ مندوب ليا في المينه، انا محتاج ناس محترمين وانت معك دبلوم تجاره، الحكايه مش محتاج اكتر من كده. والله كده من اصلك الطيب يا بيه، بس هنشتغلوا ميتي وكيف يعني؟ هي احتاجك يومين ثلاثه في الاسبوع، كل يوم ساعتين زمن، وبعد كده هديك واقف في السوق، ولو تحب اجيب لك عيل صغير يقف مكانك طول غيابك، هديك 1000 جنيه ده غير العمولات. الحمد لله. وبرضه نفكر يا بيه، دي مش محتاجه تفكير يا طلعت، اللي تشوف جنابك سعاده بيه. على خيرة الله، ويكون في علمك اللي بيشتغل معاي ربنا بيفتح عليه. ربنا يفتح علينا سعادة البيه. طيب انا واحد لك، وزايد هيقول لك على الاوراق المطلوبه، وانت يا زايد اول طلعت ما يجيب الاوراق تعمل له تصريح دخول المينا. تحت امرك يا باشا. عن اذنكم بكم. اهلا يا خال، كيفك؟ ايه مال صوتك متغير ليه؟ كنتش حابب اقول لك الخبر ده، لكن ما قادرش اخبيه عليك. مرعي لقيته قدام داري مضروب كام طلقه وجسمه متشوه ومتمزع تمزيع. كيف حصل؟ ميت؟ كان لازم اعرف انه في خطر من مكالمه امبارح. قلتوا للحكومه اللي جت انكم تعرفوه؟ كده احسن. طب اقفل دلوقتي يا خال، هكلمك بعدين. لا انا كويس زين، لو احتجت في حاجه هكلمك. محدش من عائلة زهران قدر يفتح خشمه ويقول انه يعرفه، ومحدش من الاهالي كلهم اتعرف على الجثة لحد دلوقتي، ولا حد هيتعرف عليه للسنة الجاية. خليهم يدور ويحققوا براحتهم، ده كلب وراح ملوش دية. ما تأخذنيش يا عمي، انا ليا رأي تاني. الرد ده ماهوش كفاية، شوقي زهران لازم يحس بالنار جايدة تحت فرشته، لازم يعرف ان حد سكينتك ممكن يطول رقبته ويطيرها في أي وقت. أنا حافظ دماغ شوقي زهران وعيلها زي ما أنا شايف كف في يدي، عشان كده أنا مش خايف منه. أيوة يا كبير، لكن اطمن، أنا بدبر له اللي هيخلص عليه. ما أظنيش هيفكر يجرب ناحيتي تاني بعد اللي حصل، ولو فكر هياخد وقت طويل على ما ينفس. السلام عليكم يا كبير. وعليكم. ها عملتوا ايه؟ مسحنا الاقصر شبر شبر يا كبير، ملوش اثر. يعني ايه؟ امال راح فين؟ احنا لفينا عليه في كل مطرح بيروحه، لكن ايه؟ عميته ولا نقصته ولا عايزين تاخدوا تأسيله يا كبير؟ ما هو ايه؟ اخفوا من وشه واستنظروا برا. حاضر جنابك. يقصد ايه الواد ده؟ يكفي تليفونه ما يقولش لحد على مكانه؟ بالهداوة يا كبير، ما تزعلش روحك. شفيق كان قريب من مرعي وعاده صاحبه، مش شغال عندي، ولما شاف المنظر شباب اتضايق وخد على خاطره. اتضايق؟ اتضايق كيف؟ هو ما فهمش العمل السودة اللي عملها الواد ده؟ لا طبعا فهم، تلاقيه بس عايز يريح راسه وهيرجع. يرجع؟ يرجع كيف ومنين؟ الواد دلوقتي لحاله ومن غير حراسة، واعي اللي بقوله ولا ايه؟ واعي وفاهم يا كبير. يبقى تقوم تاخد الرجال اللي بره وتجيبه انت بنفسك. اوامرك يا كبير. طيب يا شفيق، اللي هي حساب معاك حساب كبير له. انا شايف انك عصب ومتلخبط يا شفيق، ما ينفعش تاخد قرارات وانت في الحاله دي.
إذا كنت مش عاوزاني يا بنت الناس ولسه مش حاسة باللي جواكي من ناحيتي يبقى مفيش كلام، كل واحد مننا يروح لحاله. أنت إزاي تقول كده يا شفيق؟ ربنا يعلم أنت إيه جوايا، بس أنا كان نفسي أعرف إيه اللي حصل خليك تفكر بالطريقة دي؟ حصل حاجات كتير، حاجات تخليني أمشي من هنا، أحفظ الصعيد كله، لو فضلت يوم واحد هتخنق. أيوه يا شفيق، بس يا بابا الحاجات اللي أنت بتفكر فيها دي محتاجة ترتيبات وحاجات. هي كلمة واحدة، موافقة على جوازنا ولا لا؟ طبعاً موافقة يا شفيق، بس في عقد أنا عاملاه مع المركب، تفاصيل لازم أنهيها. يتحرق المركب على أصحابه؟ لا، ما تقولش كده يا شفيق على أصحابه، بس أنا حبيبي منه. اسمعيني كويس، أنا خلقي ضيق وما نعيشش دقيقة واحدة من امبارح. أنت دلوقتي تروحي على مطرحك تلمي الحاجات المهمة اللي ليكي ونسافروا على مصر نتجوزوا هناك. قلت إيه؟ قلت إنك أجمل مجنونة قابلته في حياتي. إيه رأيك في الحالة دي؟ ما كفاية كده يا طلعت، أنا عاجبني اللي اختارناه. أيوه بس عايز أشوف ده في ودني. أنت غير المصاريف وخلاص، لما الظروف تتحسن شوية بقى أجيب لي دهب تاني. يا بنت الناس الظروف متحسنة والحمد لله. وريني هيبقى إزاي؟ خلاص بقى يا هشام ما تكسفيش إيد طلعت، يعني مصمم؟ أيوه مصمم. بريني كده عليكي. يا سلام، كانه معمول عشاني، ولا ايه رايك يا حماتي؟ هياكل من ودنك حته حلوه قوي، مبروك عليكم. الله يبارك فيكي، شفنا الحساب كله على بعضه كام؟ ثواني على الحساب. الله يبارك فيك، ما بنطلع على المالح وناكل لقمه. لا خلوني انا اروح بالشبكه عشان اشيلها، وانتوا بقى تروحوا مطرح ما انتوا عايزين، اكيد في كلام كتير عايزين تقولوه لبعض، بس امانه يا طلعت ما تاخرهاش. أخرها كيف يا حماتي؟ هي ساعة إن شاء الله كتير، أنا كمان عندي شغل. يلا ودعمني. أنا عايز أعرف اللورد كان عند الولد ده بيعمل إيه؟ ما أنا قلت لك يا سعاطر، كان رايح يشكره على وقفته جنبه وحكاية الكشك أنا عايز نعرف إيه اللي دار في المقابلة بالحرف. أبداً، في آخر المقابلة اللورد عرض على طلعت إنه يشتغل معاه في المينا. إيه؟ هيشغله معاه كمان؟ أنا مش فاهم اللورد بيفكر في إيه؟ ايه اللي جوه دماغه بالظبط؟ اسمح لي يا سعطة، اللورد يعني مستجدع طلعت وشايف ان واد جدع ونيته سليمه. مستجدع مين يالا؟ ده بس بيسويه على الجنبين لحد ما يعرف قراره ويعرف مين اللي وزع العمله اللي عملها معايا. تاني يا سعطة، ما انا قلت لك انه بريء منها. ولا لو كنت عبيط يبقى احسن لك ما تشتغلش في شغلانتنا دي، لانك هتروح وتودينا معاك في 60 داهيه، ولو كنت بتستعبط يبقى مش معايا روح امك يا سعطة. يا تفهم أني رجالتي مطلعين شنطتي اللي كان فيها البضاعة من جوه الكشك بتاعه، إيه؟ طارت ونطت جوه الكشك لوحديها ولا إيه؟ أنا أول مرة أعرف الحكاية دي. أديك عرفت، عشان ما تجيش بعد كده وتقول لي إنه بريء. اسمع، أني صابر عليه بس لحد ما اللورد يسويه على الجنبين ويعرف قراره، بعد كده أني اللي هتصرف معاه بمعرفتي، ولحد ما ده يتم عايز أعرف الواد ده بيفكر في إيه؟ عايزك تجيب لي نشرة أخبار يومية عنه. فهمني ياد، نشرة أخبار مش موجز. أيوه يا سعطة، بس أنا مش معاه كل يوم يعني. ولا اوعى تكون فاهم إن عشان بقى في كلام بينه وبين اللورد ومواسطك أنت فيه خلاص تقدر تعصى أوامري. أنا أقدر أشطبك من لستة الشغل، مش بس كده، أني نقدر نمسحك من السوق كله مسح، فاهم ولا لا يا سعطة؟ ونقدر كمان نرفعوك لفوق. اللورد ملوش دعوة بالشغل خالص، الموزعين اللي زيك دول بيتعاملوا معايا انا، اللورد يتكلم في الشغل مع القريبين منه، فاهم ولا مفهموك كمان؟ فاهم يا سعطة، واللي تؤمر بيها يتنفذ. كده تعجبني. قولي بقى ايه حكايه الواد ده مع شامة؟ هو انت ما تعرفش؟ ده السوق كله عارف. عارف ايه؟ هيلبسها شبكه يوم الخميس وعازم كل حبايبه في السوق. اول بلد حطينا عليها بعد ما سيبنا بلدنا كانت طنطا. يا سلام، بلد زيني اكبر من بلدنا بكتير، وكان في واحد قريب امي اتوسط لي عشان ادخل المدرسه هناك، واول سؤال سالوه لي المدرس انت منين؟ قلت له انا من اسم، ولسه ما كملتش الاس كل العيال ضحكت علي، أنا أتكلم من هنا وهم يضحكوا من هنا.
كنت عايز ابكي بس افتكرت ان الصعيد ما يبكيش، قلبه لازم يموت زي الحديد وياكل شلاطه. بيضحكوا على ايه العيال الغلسه دي؟ طب ده انت طريقه كلامك خلتني احب الصعيد وببقى نفسي اتكلم بيه. لا ما انا كنت في نظرهم لاجيه، هيلاقوا فين حد يتسلوا عليه طول السنه. وهاتك بقى يا اسفلي، وانت جيتك فين يا صعيدي؟ انت جاي هربان من الطار؟ رابط حمارتك فين؟ اسبوع بحاله نقوره ونقوزه على كلامي. يا ريتني كنت معاك، كنت علمتهم لك الادب. ما كنتش هتقدر عليهم. لا بس انا فاجأته يومين وكلمتهم بلغوتهم، ما كلمتش ولا كلمه صعيدي. لقيت اقول يا ماما. يا سلام، وعرفت تغير لهجتك بسرعه كده؟ انا عمال كان لازم افاجئهم، كان لازم اعرفهم ان الراجل الصعيدي يعرف يعمل حاجات ممكن ما يعملهاش الواد بتاع بحري يعني. لما بس طب ايه رايك بقى بعد الجواز انا اكلمك صعيدي وانت تكلمني اسكندراني؟ ماشي، وليك عند ان شاء الله يوم في الاسبوع نكلمك في اسكندراني. يا قمر يا رب يا رب اجعل ايامنا كلها هنا سعاده. شبان ونتلي طول عمرك في التعبان، تستخبى بزحره ويطلع يلدغ ويعاود تاني، سنين طويله وانا ما قادرش اطوله، كل ما اقول خلاص قربت اتمكن منه يضرب ضربته وكأنه بيطلع لي لسانه العفش ويقول لي مش هتقدر علي يا ابو زهران. ما كفايه على كده يا عمي، اديلك ساعتين جربت تخلص بزازه بحالها. مراي ابو عجل متنور وقلب ابيض اللي رمى نفسه في النار عشاني، انا كنت كل حاجه ليه في الدنيا، كان مستعد يموت بس اوصل للي انا عاوزه. سنين طويله انا بجهزه لحد ما استوى وقدر يتزرع جواهم بجذور من حديد، كل ده راح في ثانية. كيف أهمله يموت بالطريقة الأشياء عادية؟ وما قدرش أقول إنه كان حبيب وغالي، ما قدرش أدفنه وأخذ عزاه.